كبير العرش في ملعب حمادي، كما نشاهد دقيقة صمت ترحما على فقيد الجزائر والوطن الفريق أحمد قايد صالح رحمه الله برحمته الواسعة. طبعا الشوط الأول مساعد هشام المتألق سجل الهدف الأول في الدقيقة 33، مساعد الذي يتألق في التشكيلة الأولى، وانتهى الشوط الأول بواحد مقابل لا شيء. في الشوط الثاني ركلة الجزاء وأسامة قسموم يسجل في الدقيقة 52، وهو مستقدم جديد لنادي بارادو من وفاق القل، والوفاق هو مدرسة. سنشاهد في هذه اللقطة وركلة جزاء لنادي بارادو، قسموم أسامة سجل الهدف الثاني لنادي بارادو، ذات اللاعب عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 55 بهذه الطريقة التي تشاهدون. كانت لنادي بارادو بعد ذلك الهدف الرابع، زروقي مروان لاعب لأقل من 19 عام يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 57، وأنهى سلسلة الأهداف حمزة موالي حمزة في الدقيقة 74. هكذا كان.